قصة ورواد يروي هذه القصص على لسان أبطالها. مسيرة عصامية بامتياز بدأت من حلم بإنشاء عمل خاص، وبين نجاح وآخر كتبت سطور حكاية امتدت من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات. يرويها لنا في الرواد رجل الأعمال السعودي ومؤسس مجموعة الشرق علي الشهري. إذا مشاهدينا، أرحب في هذه الحلقة بالمستثمر ورجل الأعمال السعودي سيد علي سليمان الشهري. أهلا وسهلا بك سيد علي. حضرتك رجل أعمال ناشط في قطاع الصناعة، في قطاع العقار، لك تواجدك في المملكة العربية السعودية كما في الإمارات. طبعا سيكون لنا حديث مطول معك، ولكن اسمح لنا لو سمحت أن نبدأ مع التقرير التالي. من بداية متواضعة ولدت مجموعة الشرق للاستثمار عام 1977 في عالم صناعة البلاستيك في السعودية. المؤسس ورئيس مجلس الإدارة يقول دائماً إن تحقيق الإنجازات لابد أن يبدأ بعمل ولو بسيط، وهذا ما حصل. فمن موظف صغير براتب 16 دولاراً في مطبعة، استطاع علي الشهري أن يشق طريقه بصعوبة ليصبح من أهم رجال العقار في دبي والصناعة في السعودية. هو بدأ من الصفر، مسيرته حافلة بكثير من المطبات، كثير من العقبات، قدر يتفوق عليها وقدر ينجز. محفظة مجموعة الشرق للاستثمار تشمل 7 مصانع للبلاستيك في الرياض، تعتبر من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. المجموعة استطاعت عاماً بعد عام المحافظة على معدلات نمو مرتفعة، فقط 7% سنوياً مكنتها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية لتدخل أكثر من 45 دولة. حجم أعمالها يتخطى اليوم 820 مليون دولار، نحو 190 مليون دولار منها في صناعة البلاستيك والباقي في قطاع التطوير العقاري. تطوير عقارات من الطراز الأول، أقل ما يقال عنها إنها فاخرة. الخبرة المكتسبة من العمل مع علي الشهري هي خبرة 40 عام. السيد علي الشهري بدأ بمصنع صغير في الرياض باستثمار حوالي 200 ألف ريال. تطور العمل وتشعب في استثمارات مختلفة في قطاعات مختلفة. الشهري كان نقل جزءاً من استثماراته إلى دبي لأنه رأى مستقبلاً باهراً للإمارات. فهنا أيضاً لعب الحظ دوره في مسيرة الشهري عندما اشترى أول أرض له. فقبل أن يسدد المبلغ المستحق للأرض، باعها لصاحبها بضعف سعرها، فكان مبلغ البداية في دبي. أستاذ علي، يعني مسيرتك المهنية مسيرة طويلة فيها الكثير من الصعوبات كما الإنجازات. يعني سأترك الحديث عن البدايات إلى وقت لاحق، وأنطلق معك في هذه الساعة من تاريخ دخولك القطاع الصناعي، تأسيس عملك الخاص. يمكن القول بأن توجهك القطاع الصناعي ارتسمت ملامحه في بيروت عندما كنت في مهمة عسكرية فنية. ماذا وجدت في هذا البلد، وما الذي جذبك إلى القطاع تحديدا، إلى نشاط المطابع وقتها؟ شكرا. أنا بحقيقة الواقع كأي مبتعث من أي بلد لبلد آخر يبحث عن أنه يتعلم ويستفيد ويزيد معلوماته بالجديد، فلا الحمد حصل لي فرصة جميلة جدا أن أتعرف على كثير من أنواع التجارة والصناعة والأعمال في بيروت في وقت أنا كنت يافع وصغير ونشيط. واستفدت أنه أنا جعلت وقتي وفي ركزت على العمل، ركزت على أنه أنا أتعلم وأستفيد من الوقت أثناء وجودك في أثناء وجودي في لبنان. طبعا أنا كنت في لبنان من أجل أتعلم طباعة الأوفست، لأنه أنا كنت في الأمن العام وذهبت للبنان منتدب لأتعلم مبتعث عشان أتعلم طباعة الأوفست في شركة أمريكية كانت موجودة في لبنان، وتعلمت طباعة الأوفست، ولكني بنفس الوقت كنت أبحث عن أعمال أخرى فلا أتعلم. تطلع على أنواع أخرى. أطلع على أعمال أخرى، فكنت أزور صناعات مختلفة. اليوم أزور مصنع حديد، أزور اليوم الثاني مصنع ألمنيوم، أزور مصنع على أثاث
خشبي، أزور النسيج، أزور دهانات، أزور جميع أنواع الصناعات في لبنان، وأتعلم عن هذه الصناعات وأنمي معلوماتي، وبنفس الوقت أستفيد من حضارة لبنان. لبنان حضارة عريقة وجديرة بأنه الإنسان يتعلم في لبنان، وكان وقت بالنسبة لنا لبنان في السبعينات، في السبعينات وفي عز لبنان، وفي السبعينات كانت هي المصدر العربي يمكن الوحيد اللي من كل أنحاء العالم العربي يتعلموا في لبنان، وملتقى حضارات وثقافات متنوعة. ولذلك أنا وجدت أنه أنا في فرصة جميلة كانت لي، وفرصة ذهبية أن أنا أتعلم وأسقي معلوماتي وأستسقي الفكر والمعرفة في لبنان. استهواك هذا القطاع بداية كما ذكرت لي نشاط المصانع، عدت إلى المملكة العربية السعودية. يمكنني أن أقول أنه ثمن حجر الأساس لعملك الخاص كان منزلك الذي لم تكن تملك غيره في ذلك الوقت. يعني كيف حسبتها أستاذ علي في ذلك الزمن؟ هل كان قرار متهور فيه مخاطرة، أم كان قرار مدروس بالنسبة لك واثق سلفا من النتائج؟ شاب طموح، وجدت أنه أنا أصبح عندي كونت فكر وأبحث عن أنه أنا أبدأ حياتي، وليس لدي مصدر آخر غير هذا البيت الصغير المتواضع جدا اللي كان قيمته 25,000 ريال سعودي في ذلك الوقت. لا تساوي يعني 25 كان مبلغ جيد، ولكن لا يساوي شيء في 25,000. يعني هذا كان رأس مالك الذي بدأت به. بدأت فيه، فبعت البيت ورجعت للبنان واشتريت مكانات مستعملة، مكانات طباعة، لأن تعلمت الطباعة، واخذت مكانات مستعملة بسيطة جدا، استوردتها من لبنان، استوردتها من لبنان وشحنتها للرياض، واخذت أيضا في الرياض موقع صغير جدا للمطابع، وبديت أعمل طباعة صغيرة، مطبوعات صغيرة، وبديت شيئا فشيء. وثم أنا اشتريت مكانة طباعة وكبرت في مجال الطباعة، وغيرت الموقع اللي أنا فيه موقع آخر، وفي الأخير أنا فكرت أني أبحث، وجدت أنه في منافسة، مع أنه كنا 7 مطابع، اليوم في الرياض 1000 مطبعة تقريبا، فوجدت أنه أنا بتنافس مع ناس كبار، لكني راح أبحث عن صناعة أخرى ما يكون عندي منافسة فيها. من هنا كان انتقالك إلى صناعة البلاستيك. من هنا انتقالي إلى عالم البلاستيك. طيب هل تذكر أول مبلغ أو ربح أو المدخول إلى الشركة من عملك الخاص؟ نعم. هل تذكر الرقم؟ نعم نعم، أنا دخلت في ممارسة حكومية، وكانت الممارسة قيمتها 36,000 ريال، ولكن كان من ضمنها صنف بلاستيك، أكياس بلاستيكية ما أحد يصنعها في السعودية، وين يصنعوها؟ في لبنان. كيس أدوية بلاستيك. فذهبت للبنان أصنع كيس الأدوية، لكني لما دخلت المصنع وجدت أن المهنة هذه قريبة لمهنتي اللي أنا فيها، مش نفس الاسلوب، نفس الاسلوب طباعه ورول وورق، ونفس القريبه جدا لمهنتي، فدخلت في يعني في مفهوميتي، ووجدت انه اجذبتني انه هذه قريبه من مهنتي، وانا بسهوله تعلمتها، وعندها سوق جديد في بلدي ومش موجود منافس. فكنت قررت انه انا من اول لحظه قررت انه انا اتجه في الاتجاه هذا. عندما رجعت للرياض بعت المطابع، وذهبت مع صديق لبناني من ضمن الصداقات اللي أنا كونتها في لبنان إلى معرض إيطالي، معرض البلاستيك في إيطاليا، وطورت أيضا الفهم والمعرفة في المعرض. للمعلومية المعارض دائما هي مركز علم ومركز تنمية، مركز التقاء، مركز التقاء ومفهوم وتعليم أيضا. فاشتريت مطابع يعني مكانات بسيطة على قد إمكانياتي، وجبتها للرياض، وهذه كانت بداياتي على أرض من وزارة الصناعة، مساحتها 2500 ريال. هذه بدايتك في قطاع صناعة البلاستيك، في قطاع صناعة البلاستيك، أكياس بلاستيكية فقط. أنا بعد كذا انتقلت إلى 1200 منتج، وإلى عدة مصانع. أنا عندي الآن في الرياض 5 مصانع، لكن بداياتي المتواضعة كانت هذا. طيب سنتحدث عن تواجد نشاطك في الرياض وحجم استثماراتك هناك، ولكن سيد علي تقول بأنه قرار الاستثمار لديك لم يكن مبني على منهجية معينة، على دراسات جدوى اقتصادية، على تخطيط استراتيجي، وإنما كان مجهود شخصي. على ماذا كنت تعتمد؟ يعني قرار الانتقال من قطاع إلى آخر أو التوسع كيف تبنيه؟ في تاريخ البلدان النامية والتي هي
سريعة النمو في بداياتها الرياض ما كان في شيء، كل شيء كان نستورده حتى الماء. ففي ذلك الوقت لم تكن الدراسات الاقتصادية متوفرة ولم تكن معلومة، كانت الحاجة هي أم الاختراع. فمن هنا انطلقت أنا، أنه أنا شايف حاجة البلد لهذا النوع والحاجة هي أم الاختراع، وقررت أني أنا أخاطر في هذا المجال وأبدأ فيه، وأتوقع أنه أنا رح أنجح في المجالات التي فيها طلب. نعم، اللي فيها طلب للبلد. طيب نجحت ونمت أعمالك وترأست لجنة صناعة البلاستيك في المملكة العربية السعودية، مصانعك باتت من بين الأكبر، اليوم أين موقعكم في القطاع الصناعي السعودي؟ أنا أعتبر من الأوائل في الصناعات البلاستيكية السعودية ومتنوعة. هو حقيقة الأمر الواقع أن الصناعة البلاستيكية والبتروكيماوية هي صناعة متطورة ومتجددة، وأيضا عندها سرعة نمو عالية جدا ومتنوعة. كم يقدر حجم استثماراتكم في السعودية في القطاع الصناعي أستاذ علي؟ تقريبا في الصناعات البلاستيكية حوالي 700 مليون ريال، وهذا رقم متواضع بالنسبة للجهد اللي أنا قضيته. كم مصنع لديكم هناك؟ عندي 5 مصانع في السعودية. 5 مصانع في المملكة العربية السعودية. انتقلت أيضا إلى الإمارات، يعني ماذا أضاف لك انتقالك كمستثمر سعودي إلى بلد كالإمارات في ذلك الوقت؟ انتقلت للإمارات في أول معرض للصناعات الخليجية، فكنت مسؤول عن الصناعات البلاستيكية. فعندما وجدت نفسي في المعرض الصناعات البلاستيكية وجدت أن هناك رواج وهناك طلب، وأنه أنا يعني عندي منتجات مناسبة للأمارات، ففتحت فرع صغير للمبيعات وجعلت هناك دائرة تسويق صغيرة للمنتجات وكونت طلب، وصار عندي سوق في الأمارات دعم منتجاتي في أنه أنا أبدأ أصنع في السعودية وأصدر للأمارات. وبهذا الاتجاه فكرت بعد كده مع الوقت أنه أنا أبني مصنع في دبي. فبدأت أيضا طلبت أنه أنا أحصل على رخصة وأبني مصنع، وشاركت مجموعة من الأخوان في الأمارات في أول مصنع في دبي من 17 سنة. هذا كان أول وكان مصنع. هذا بداية الخطوة الأولى في اليوم دبي. اليوم كم مصنع لديكم في الإمارات؟ الآن أنا عندي مصنع كبير جدا في أبو ظبي، كبير جدا ومنتج وإنتاجه مطلوب. أي صناعات تركز عليها من الإمارات وأي صناعات تركز عليها من السعودية؟ أنا الآن تخصصت في الصناعات، لم أعد أعمل في كل جميع الصناعات، تخصصت في صناعة البلاستيك وفي صناعة التغليف، وركزت على صناعة التغليف في الآونة الأخيرة، وأصبحت أصدر لأكثر من 45 بلد في العالم. طيب سيد علي، يعني تحدثنا في القطاع الصناعي، أنت أيضا ناشط جدا في القطاع العقاري، ونحن اليوم في يعني في أحد مشاريعك الفاخرة هنا في جزيرة النخلة في دبي. هل دخولك بداية القطاع العقاري كان مخطط له من قبلك أم كان محض صدفة؟ مثل ما تفضلتي كان هو محض الصدفة. أنا في يوم من الأيام مع أصدقاء في الرياض ذكرت لهم أنه دبي قاعدة تنمو بشكل سريع جدا، وأني أشوف أن هناك فرصة كبيرة وأنه نقدر ننمو مع دبي. فطلبت منهم وعرضت لهم الفكرة ووافقوا أنهم يجوا دبي. جيت أنا وياهم دبي ومررنا بسوق العقار واشترينا أول أرض. كان أنا عندي مبلغ بسيط، 1 مليون ريال في حساب البلاستيك اللي أنا فاتحه فرع للبلاستيك، ولم كان يخطر في بالي يوم من الأيام أن أنا أكون عقاري أو أعمل في مجال العقار أو في التطوير العقاري. لم يكن من ضمن خطتك. لم يكن يخلق في بالي. أنا اتجاهي صناعات بلاستيك ويعني هذا هو الاتجاه الوحيد عندي ومركز على هذا العمل. فالأخوان هم أصحاب الفهم وأصحاب العقار. اشترينا أول أرض في شارع الشيخ زايد، وكان شارع الشيخ زايد تو جديد لسه ما زفلت، كان في بداياته، وكان ينبني فيه فندق واحد فقط، وكان مشروع عالمي كبير في ذاك الوقت. اليوم هو يعتبر عادي، اللي هو كراون بلازا. اشترينا الأرض اللي جنبه تقريبا بسعر 4 مليون ريال، دفعت 2 مليون في الأرض. التاجر
قلنا له احنا جينا من الرياض واحنا رجال اعمال وشفنا اربع اشخاص ونبغى نبدا نشتغل في العقار ونفتح شركه عقاريه وننمي في العقار. فقال انت سلمتوا على الشيخ؟ قلنا له لا والله. قالوا ايش رايكم؟ قلت ممكن تعرفنا توصلنا للشيخ؟ قال نعم. بعدها بيوم يومين اخذنا موعد مع سمو الشيخ محمد بن راشد وزرناه، فضيفنا على الغداء واستقبلنا، وبيقول له الاخ هذا الاخوان رجال اعمال من السعوديه بيستثمرون في الامارات في المجال العقاري. الشيخ طالع فينا ورد قال لا، هذول مو برجال اعمال لو بس، هذول البلاد لا ومستثمرين، هذول مو مستثمرين، هذول البلاد بلادهم. الله يحييهم، الله يحييكم، البلاد بلادكم، واي شيء يلزمكم في دبي هذا شجعك اكثر. تفضلوا عندي هذا الكلمه، البلاد بلادكم وانتم اهل البلاد والله يحييكم، واي شيء تبونه انا مستعد. هذا دافع قوي جدا ان احنا نستثمر في دبي ونعمل في دبي. ولله الحمد من 17 سنه الى الان انا لي انجازات كبيره في دبي في مجال العقار نظير هذه الثقة وهذه الكلمة. بدأت من هنا. طيب اليوم استاذ علي، يعني حضرتك ناشط في القطاع العقاري، الكثير من الشركات العقارية لحقت الفورة واندفعت وراء الربح السريع ودفعت ثمن في 2008، مقاربتك اليوم للقطاع العقاري كيف تختلف؟ اليوم القطاع العقاري هو من أنشط العقارات في العالم. اليوم دبي بلد مهما يكون في فرص أخرى في العالم تجارية وعقارية، لا يوجد فرصة تماثل فرص دبي حتى في أثناء الأزمة. دبي واحدة ما في ثنتين. ولذلك أي إشكالية في أي بلدان مجاورة دبي تستفيد منها. الناس تجد أن وجود أولا الأمان موجود، تكون الملجأ الأمني. نعم، أولا المرجع الأمني هو أساس كل شيء. الثانية الرؤية واضحة، الأحكام واضحة، التشريع واضح، البنية التحتية وهي الأساس متوفرة. فهذا جاذب أساسي لا يمكن تجده في كل هذا النقاط، لا يمكن تجتمع في مكان واحد وبهذه القوة مثل ما هي مجتمعة في دبي. فهذا هذا سبب أساسي لجذب الاستثمار، وليس الخليجيين، الخليج لا يشكلوا إلا جزء بسيط في دبي، العالم كله مستثمر في دبي. هنا دعني أيضا أسألك أستاذ علي عن رؤيتك تجاه الفورة الحاصلة حاليا في أبو ظبي. حقيقة أبو ظبي بقيادة سمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ محمد يعني انتقلت إلى مرحلة سريعة، ولا يتصور الخيال هذا السرعة الهائلة في النمو اللي حاصل في أبو ظبي، خاصة في أنا بتكلم عن المجال الصناعي. المجال الصناعي أبو ظبي اليوم أصبحت هي المستقطب الثاني في العالم العربي بعد السعودية للصناعة، لأنها وفرت بنية أساسية قوية جدا في المناطق الصناعية اللي أسستها أبو ظبي. ثم أن هناك طلب متزايد داخل دولة الأمارات والخليج على الصناعات الأساسية المتوفرة في أبو ظبي. أبو ظبي للبترول أنتجت بروج وأنتجت صناعات بتروكيميكال قوية جدا تشبه الصناعات الموجودة بالسعودية، وعندها سوق عالمي كبير جدا، وانبنى عليها صناعات تحويلية وصناعات نهائية كبيرة جدا. وأنا أتوقع المستقبل كبير في أبو ظبي، وأنا أشوف النجاحات كبيرة، وأنا سعيد جدا بعملي في مصانعي في مصفح في أبو ظبي جدا. أنا وكل الأخوان المستثمرين الخليجيين سعداء بالتعامل مع حكومة أبو ظبي. نحن سنتحدث أكثر في الواقع الاستثماري، سنتحدث تحديدا عن المستثمرين السعوديين في هذه المرحلة التاريخية، مرحلة تحولات وتطلعاتهم إلى 2030، ولكن لو سمحت أستاذ علي بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل. مشاهدينا نعود بعد قليل، تابعونا. الشقة هذه مساحتها 1200 متر في مشروع الألف ريزيدنت على شاطئ النخلة بدبي، عدد الشقق 104 فقط، نستهدف نخبة من العملاء.
تعد الصناعة العمود الفقري لاقتصاد أي دولة. هنا في الخليج لا تشكل أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العمل جار على زيادة هذه المساهمة إلى 25% بحلول 2020. وكي تزيد هذه النسبة، تعمل دول مجلس التعاون على زيادة الاستثمار الصناعي من 323 مليار دولار في عام 2015 إلى تريليون دولار في عام 2020. في السعودية فقد استحوذ قطاع الصناعة على حيز مهم في رؤية المملكة 2030، فإنشاء صندوق استثمارات ضخم سيساعد في تطوير هذا القطاع بشكل كبير لتتحول المملكة من اقتصاد يعتمد على النفط ويستورد 90% من منتجاته إلى اقتصاد يصدر المواد الخام والسلع غير النفطية أيضاً. فالسعودية تأمل برفع الإيرادات التي تحصل عليها من الأنشطة غير النفطية إلى 266 مليار دولار بحلول عام 2030 من 43 مليار دولار حالياً، كما ستحول شركة أرامكو من شركة نفطية إلى شركة طاقة صناعية مع التركيز على تعزيز دور الصناعات العسكرية. يتوقع كثيرون مستقبلاً إيجابياً للصناعة في السعودية مدعومة بالموارد البشرية والمالية، لكن الخبراء يحذرون أنه وفي حال أرادت المملكة النهوض صناعياً فلا بد من الاهتمام بجانب الأبحاث والتطوير والابتكار على غرار ما تفعله الدول الأجنبية. أستاذ علي، اليوم المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تاريخية تشهد الكثير من التحولات نترقبها بعد إعلان خطة المملكة للعام 2030. كمستثمر سعودي اليوم على ماذا تعقد الأمال؟ الأمال اليوم لله الحمد أمال طموحة وأمال كبيرة جدا، الرؤية واضحة، المجال أصبح رحب ووسع، يتسع للاستثمارات العالمية. بدل ما أنه كنا نعيش في ظروف اقتصادية محدودة وغير منفتحة للعالم، أصبحت الفرصة العالمية أكبر للاستثمار، وبدأت الشركات الأمريكية والأوروبية تتسابق وتهاتف للحصول على جزء من الاستثمار في المملكة العربية السعودية. بالنسبة لنا إحنا كرجال أعمال أكيد هذه فرصة أنه نتشارك مع العالم في الرؤية هذه وفي المستقبل الجديد اللي إن شاء الله رح ينعم فيه الأجيال القادمة والحاضر برؤى جديدة وأفكار جديدة وتطلعات. التي ذكرتها لي يعني توسع المستثمرين السعوديين في المرحلة الماضية باتجاه الإمارات تحديدا كان نظرا للانفتاح الاستثماري الموجود في البلد مقابل ربما قيود بيروقراطية في المملكة، اليوم ماذا سيتغير؟ ما في شك أن البيروقراطية هي التي تحد من الاستثمارات. في الاستثمار هو جريء ونشط، عندما يجد الأرضية المناسبة هو يسعى إليها. دولة الأمارات وجدت الأرضية والبنية الأساسية الجيدة للاستثمار، فاستقطبت الاستثمارات السعودية وغير السعودية. صحيح. وأصبحت مصدر خليجي عربي كبير جدا للاستثمار. وأيضا هناك منظور آخر، أنه كل ما أصبح هناك قلاقل في العالم أصبح الاستثمار في الأمارات ينمو، وهذا يدل على قوة البنية الاقتصادية في الأمارات. أيضا الأمارات عملت على فجن، مثل ما أن السعودية الآن هي تتحول من إلى تحولات إلى 20-30، الأمارات أيضا سبقت في هذا المجال، وضعت رؤى أيضا اقتصادية التي تجعل المستثمر يذهب إلى هذا الاتجاه، لأنه يجد أن الرؤية واضحة. عندما تكون الرؤية واضحة الجميع يسعى إلى الاستثمار في هذا الرؤية. طيب الأولويات بالنسبة لكم كمستثمرين اليوم، ما هو أول ما تترقبونه من هذه الخطة؟ ونتحدث بعد شيء عن القطاعات اللي حضرتك ناشط فيها، القطاع الصناعي، قطاع العقار. أولا عندما يكون الشركة الأساسية في المملكة العربية السعودية أو الخامة الأساسية وهي التي تعيش عليها شعوب دول الخليج وهي البترول، عندما يكون هذا الاستثمار في وضوح للعالم ووضوح لأبناء الخليج بشكل عام، عندما ينمو العمل بشكل أكثر جدية وبعيد عن البيروقراطية الحكومية وتصبح الاستثمارات في هذا الاتجاه أكثر من أي اتجاه آخر، فهناك الاتجاهات
مثل ما تعلمي أن البترول هو ينبني عليه صناعات عالمية كثيرة، وهناك أصبح المجال الصناعي واسع ورحب بأن يستثمر العديد والكثير والمليارات الكثيرة في مجالات الصناعات التحويلية التي هي الآن للأسف الشديد احنا نصدر الخام صحيح ويرجع لنا إلى الصناعات النهائية. المفروض نحن في دول الخليج نكون احنا الرواد للعالم في الصناعات التحويلية، تصديرها للعالم، وهي التي تحمل القيمة المضافة للأسف معدومة حاليا. ولكن من خلال الرؤى الاقتصادية الجديدة في دول الخليج إن شاء الله الأمل الكبير حيكون معقود على هذا الاتجاه. سأعود معك إلى القطاع الصناعي، لكن دعني أسألك قبل، يعني مع الإعلان عن هذه الخطوات الجريئة، هل نتوقع أنه المستثمرين الذين توسعوا، المستثمرين السعوديين إلى الإمارات أو إلى أسواق أخرى في تلك المرحلة، أن ينسحبوا منها ويعودوا إلى السعودية لمواكبة التغيرات الجديدة؟ ما أعتقد، لأنه دولة الإمارات هي يعني تكامل مع الرؤية السعودية. رؤية الأمارات اللي سعت فيها الأمارات هي تتكامل مع الرؤية السعودية، وطبعا المستثمر يبحث عن أي فرصة جديدة تكون نشطة، فاللي يستثمر في الأمارات حيظل موجود في الأمارات، ولكنه يطمع أن يجد فرص جديدة قوية مفيدة لأن يستثمر فيها في الخليج. أيضا الأماراتيين أنفسهم إذا وجدوا فرصة في السعودية سيتوجهوا لهناك، فلذلك هي تبادل مع بعض، وهي تعتبر كفريق عمل واحد وتكاملي واحد. الرؤية في السعودية هي مفيدة للأمارات وللخليج بشكل عام، والرؤى اللي موجودة في الخليج أو في الأمارات بشكل خاص هي للخليج بشكل عام. إحنا اليوم في الأنظمة الخليجية لا يوجد تفاوتات، أصبحت كلها منظومة واحدة. طيب استاذ علي، يعني ذكرت القطاع الصناعي، الان اذا تحدثنا عن مساهمه القطاع بالناتج القومي يقف عند نسبه 11%، وهي نسبه متواضعه نظرا للظروف التي ذكرتها، تركز في الصناعات الاساسيه. اليوم التحول باتجاه اي صناعات لمرحله ما بعد النفط حتى يسهم القطاع كما يجب في الاقتصاد؟ الصناعات طبعا متنوعه كثير، ولكن الخليج ينمو في الصناعات البتروكيماوية لأنها تعتمد على المنتج البترولي، وهذا هو الاتجاه إن شاء الله المستقبل. 11% في المنظومة الجديدة وفي الرؤية الجديدة، عندما تقتل البيروقراطية جزء من الواقع، راح تتحول وتصبح هناك صناعات عالمية كبيرة جدا. واليوم المنظور للتحولات كبيرة جدا يعني في أمال وطموحات. أي صناعات يعني قد تتجهون إليها قد تحدث فرقا في القطاع في المملكة؟ جميع مطلوبة. الصناعات بشكل عام التي تتوفر لها المواد الخام الأساسية هي بكل مقاييس النجاح حتكون مميزة في الخليج، وحتنمو بشكل سريع، وتكون هي مصدر آخر غير مصدر البترول. أعطينا بعض الأمثلة أستاذ علي. صناعات المعادن، التعدين، صناعات المحاجر، صناعات المواد البناء، صناعات أجزاء كثير من الصناعات الحربية. اليوم إحنا عندنا يعني زي ما تفضل سمو الأمير محمد بن سلمان وذكر إنه إحنا ثاني بلد في العالم يعني يشتري معدات حربية ومثل هذا النوع. هناك الصناعات الحربية في السعودية وفي أبوظبي قاعدة تنمو بشكل كبير، وينبني عليها صناعات أخرى، فهذا الاتجاه أيضا راح يوفر مليارات تنصرف في أمريكا وفي أوروبا راح تنبني داخل الخليج، وهذا لوحده ميزانية مجموعة الدول. طيب حضرتك يعني دخلت قطاع صناعة البلاستيك ونجحت فيه رغم أنه القطاع لم يتمكن من لعب الدور كما يجب في الاقتصاد القومي. اليوم تحول المملكة وتركيزها على التنمية المستدامة، إلى أي درجة يمكن أن يخدم القطاع؟ مثل ما فضلتي أنت، اطلعتي على التغيير الوزاري الأخير، كل من مواطنين المملكة العربية السعودية يتطلع الآن إلى أن يكون له دور جديد في تنمية جديدة، تنمية مستدامة. هناك فرص كثيرة الآن أفضل من أول، وأيضا التسهيلات حتكون أكثر، والجاذبية للاستثمار حتكون أكبر، والبنية التحتية اليوم في السعودية
أصبحت قوية وموجودة. في السابق كان هناك صعوبة كبيرة جدا، سهولة الإجراءات، سهولة الحصول على التراخيص، سهولة الحصول على التمويل، الصناديق، الإقراض، البنوك. اليوم أصبحت بيسر وسهولة جدا جدا جدا، لا يوجد مثلها مثيل في العالم. طيب التوجهات اليوم في صناعة البلاستيك، يعني يحكي عن قطاعات عديدة، الإمدادات البلاستيكية مثلا تشكل فرص واعدة، حتى فعلا يتم استغلال هذه الصناعات كمنتج نهائي ليس فقط تصدير مواد خام. كيف يجب أن يكون توجه المستقبلي؟ هو الحقيقة قاعد بينمو بشكل متسارع، حتى استهلاك الفرد من المنتج هذا، من المنتجات البلاستيكية، تغير من 10 كيلو إلى 25 إلى 50 إلى 70. لذلك سأصبح هناك منتج كثير. وأيضا ليس هنا الموضوع، الموضوع أنه أخذ تحولات من الحديد ومن الخشب ومن الحجر ومن الأمور الأخرى ومن المواد الصلبة تحولت إلى مواد بلاستيكية. التغليف اليوم كل شيء في العالم هو بلاستيك، يعني الحياة أصبحت تحتاج إلى هذا المنتج بشكل كبير جدا في كل أمور التغليف، طلب الاستهلاك، طلب المنتجات الغذائية والصناعية والزراعية وغيرها من المنتجات، وهذا كله يعتمد على الثروة الأساسية البترول. طيب أستاذ علي، يعني المملكة طرحت رؤيتها، أنتم في المقابل كمستثمرين كيف تستعدون ومتى تتوقعون تلمس النتائج القريبة؟ حقيقة هو من أول يوم صدر القرار وكل رجل أعمال الآن يعد عدته أنه يستفيد من هذا التحول. التحول هو حيعطي ناتج قومي كبير، وحيعطي جذب استثمارات عالمية كبيرة اللي تعود بالنفع على كل مواطن في الخليج وليس السعودية بشكل، يعني في السعودية بشكل يعني الأفضلية ثم الأولية ثم تنتقل للدول المجاورة لأنها فيها تكامل. طيب كون واقع يعني التركيبة السكانية في السعودية 60% منها هي فئة شباب، كيف يجب أن تخدم هذا الواقع الخطط الاستراتيجية الموضوعة، الخطط التنموية التي سيتم الإعلان عنها، المشاريع؟ مثل ما طلعتم على الرؤية، أن الرؤية يتركز أساساً على الشباب. 60% أو 70% من الشعب السعودي هو شعب شاب ويحتاج إلى إسكان ويحتاج إلى حياة جديدة وإلى أرضية قوية جدا وإلى بنية تحتية جديدة، ومستوى العلم ومستوى الفكر أيضا والمنهجية في الحياة العامة وفي التعليم. هناك تغيرات كثيرة الآن ومتسارعة، لا يمكن اليوم الإنسان يعيش بعيد عن العالم، هو أصبح جزء بسيط وقرية صغيرة من هذا العالم. ولذلك الشباب اليوم غير شباب أمس، الرؤية اليوم غير رؤية أمس. صحيح، وإحنا نعيش مع حكومة شابة تلبية متطلبات اليوم غير متطلبات الشباب وأيضا الجيل القادم. طيب دعني أسألك عن رأي مجتمع الأعمال، يعني بما أعلن عنه عن تأسيس هيئة للترفيه، كيف تنظرون كمجتمع أعمال لهذا الإعلان وأي أفاق يمكن أن يفتحها أمامكم استثماريا؟ حقيقة الترفيه بالمملكة العربية السعودية محدود، وهذا القرار كان قرار صائب جدا وكنا كلنا منتظرينه وبلهفة إلى هذا القرار، لأنه يشكل، لدينا مناطق سياحية جميلة في السعودية ولدينا مناطق يعني نحتاج إلى ترفيهية ونحتاج إلى أن الشعب أيضا يترفه في حياته بدل ما أنه يعني فقط عمل، ولا يوجد حياة مريحة بشكل عام اليوم للشباب. الشباب عندهم مشكلة، والشعب بشكل عام لا يوجد هناك حياة عامة مريحة بالمستوى اللي موجود عند غيرنا. يعني اليوم تشوف كم طيارة تروح لدبي، كم طيارة تروح للبحرين، كم طيارة تروح لأوروبا يوميا. السبب أنه في نهاية الأسبوع أو في نهاية الشهر أو في نهاية الإجازة هناك متنفس، العالم تذهب إلى متنفس. عندما يجد المتنفس في البلد حيبقى الاقتصاد، المال حيبقى في البلد. احنا نصرف مليارات في السياحة. صحيح. على كل استاذ علي، يعني دعني أتوقف لمرة أخرى معك ونعود، ولكن سنتابع الحديث من البدايات، من نشأتك جنوب المملكة العربية السعودية، من المراحل الأولى في حياتك المهنية. مشاهدينا نتوقف لمرة أخيرة ثم نعود.
سيد علي، نحن هنا على متن اليخت الخاص بك، طلبنا منك أن نرافقك إلى مكان محبب إلى قلبك، أتيت بنا إلى البحر. إلى أي درجة أنت متعلق بالبحر؟ بطبيعة الحال البحر جميل، وأنا من الناس اللي يحبوا النزهة في البحر باستمرار، ودائما أصطحب أولادي إلى البحر وأعيش مع أجواء البحر والصيد البحر. جميل، بعيد عن الأعمال وعن المشاغل. تنفرد هنا. تنفرد هنا. طيب. وأيضا عندما أريد أفكر بشكل جيد أكون في البحر. طيب، إذا عدنا بك إلى الطفولة، حضرتك نشأت جنوب المملكة، كيف تصف طفولتك؟ هل كانت طفولة قاسية، عادية، محظوظة؟ لا، أنا عشت في قرية صغيرة، وبعد كده رحت للرياض، وبعد الرياض تعلمت بلبنان، فهناك تغيرت ملامح حياتي، ويعني أصبحت في عالم آخر من الثقافة اللبنانية والفهم والإدراك، وأيضا نضجت فكريا في لبنان، وتعلمت أشياء كثير في حياتي في لبنان أثرت على باقي حياتي. يعني هل لديك حنين تعلق بالماضي أم أنت تتعلق أكثر بالحاضر؟ حقيقة الأمر داخلي شيء كثير مسقط رأسي، وأنا دائما أهتم بمسقط رأسي، والرياض هو عزيز علي، ويعني عندما أحن إلى أصحابي وإلى رفقاء دربي أرجع إلى الرياض في كل بداية أسبوع، تقريبا أروح الرياض بداية الأسبوع، نهاية الأسبوع أكون في دبي. طيب، نشأت في بيئة عسكرية، بالإجمال الجو كان عسكري، وكان لديك طموح بالالتحاق بالسلك العسكري، لم يدم طويلا. ماذا حملت من الحياة العسكرية إلى حياتك العملية؟ الحياة العسكرية خلقت فيني نوع من الانضباط. الانضباط في الحياة العسكرية علمني أن أنضبط في عملي، ولذلك كنت ناجح في عملي لأنه أنا أعمل بخطط. طيب، يعني إذا عدنا أيضا بتفكير الشباب لديك، ما الذي كان يحرك فيك الشعور نحو يعني الرغبة في تأسيس عمل خاص، الشغف بتحقيق النجاحات؟ الرغبة في تحقيق النجاحات، لأن هذا يعني الإنسان يكون عنده اتجاه وأهداف. فأنا من الشباب اللي رسم لنفسي هدف، وظلت أبحث عن الوصول للهدف. يعني كان حتى تقول بأنه كان في إيمان بقدراتك حتى عندما كنت صغير، يعني بناء على أي صفات وجدوها فيك، يعني صفات رجل الأعمال في عمر مبكر حتى قبل أن تكمل دراستك ربما؟ عندما كنت في العسكرية ورحت ذهبت للبنان، وجدتني في قالب آخر. هذا القالب جعلني أترك القطاع العسكري وأتجه إلى قطاع الأعمال. وعندما دخلت في قطاع الأعمال وجدت نفسي مثابر وجيد، وعندي فيجن، عندي رؤية، ودائما أبحث عن الرؤية، وعندما أصل إلى الهدف أعمل هدف آخر. كم سنة بقيت في لبنان؟ لبنان سنتين تقريبا. سنتين، ولكن هذا سنتين عمل. ولكن بعد كذا سنين طويلة، وإلى الآن أنا أحب لبنان. طيب، إذا طلبت منك أن تشاركنيك بذكرى أو بحدث معين يعني صادفك بلبنان ويبقى معك في الذاكرة، عن ماذا يمكن أن أتحدث؟ أنا من هواة الزجل اللبناني. وعندما يكون في احتفاليات في الزجل اللبناني أنا دائما يعني أحاول أكون موجود في نفس الاحتفالية. هل ما زلت تحمل يعني أستوعب الزجل اللبناني واللكنة اللبنانية وأعيش في جو الشعر اللبناني؟ هل لديك في الذاكرة بعض الأبيات قد نسمعها منك؟ لا، أنا ما يعني كنت أشارك مع المشاركين، لكني لست شاعرا أو يعني أحفظ حتى، لكني مستذوق. طيب، يعني إذا طلبت منك أن تحدثني عن أصعب مرحلة مررت بها في حياتك، أي مرحلة كانت؟ طبعا الإنسان يمر عليه في حياته ظروف معينة كثيرة، سواء كان ظروف عائلية. أصعب ما عندي فقدان ابني. هذا كان أصعب شيء مر علي بحياتي. إلى أي درجة الإنسان ضعيف أمام القدر أستاذ علي؟ والله الله سبحانه يجعل لك سكينة في قلبك يجعلك قوي. ولكن الإنسان بطبيعته ضعيف
ويعني لديه مشاعر تغلب عليه، ولكن قدرة الله والمقدور من الله يجعلك تكون في موقف يعني متصبر. لا. طيب، عندما بعت منزلك لتأسيس عملك واجهت غضب الأهل، ألم تتردد؟ لم يكن لديك الخوف يعني انطلاقا من مقولة رضا الله من رضا الوالدين؟ لا طبعا، كان هذاك هو أيضا موقف كان صعب في حياتي. هذا الموقف ذكرتني فيه، هذا كان أيضا قرار كان كثير 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 صعب في حياتي أني أتخذه، بس وجدت أنه ما عندي بديل آخر. ومن وأيضا أنا يعني أبحث عن أنه أنا أصل لشيء ما، فلا يبد أن أنا أخاطر وأتحمل المخاطرة، وإلا لن أصل للهدف. إلى أي درجة ارتحت عندما توسعت أعمالك ونجحت وتمكنت ربما من التعويض واشتريت بيت آخر؟ طبعا درجة كبيرة جدا، ووجدت نفسي أنه أنا يعني حققت الأهداف والأمال اللي أنا كنت أطلع لها، وأعدت بناء أسرتي كاملة بشكل أفضل من الأول. لفتني أنه أول معاش تقضيته 60 ريال. نعم، أنا كنت أعمل في الرياض في شارع الريل في مطابع نجد 60 ريال، هذا كان أول راتب أتقاضى. ولكن في 6 أشهر قفز الرقم كثيرا. نعم، ولكن ما تتصور فرحتي بالستين. طيب، اليوم لأختم معك مع العائلة، ماذا تعني لك العائلة اليوم؟ إلى أي درجة أنت متفرغ لها، تقضي الوقت معها، تفكر فيها؟ أنا إنسان عادي طبيعي جدا مثل أي إنسان آخر، حافظ على عائلتي بشكل في مقدمة أعمالي هي الحفاظ على بيتي وأولادي، هذا في الأول. الناحية الأخرى عملي، أنا مثابر في عملي ولازلت أعمل بجد واجتهاد، ونهاية الأسبوع أقضيه يعني مع العائلة في راحة تامة. تتابع كل التفاصيل وأتابع يوميا؟ هذه مشكلتي، أنا من الناس تتابع التفاصيل، لكني أنا أخذ قسط من الوقت لنفسي للرياضة. وأنا أيضا أحب السفر كثير. أي أنواع من الرياضة؟ أنا أمشي وأسبح، هذا أكثر شيء عندي، السباحة والمشي. شكرا جزيلا لك سيد علي الشهري، شكرا على وقتك معنا هذا النهار. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة معك، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، بهذا نختم برنامج الرواد لهذا الأسبوع، ونلتقي الأسبوع. شكرا لكم، وسعدت بهذه المقابلة مع محطتكم، شاكر مقدر. فبعت البيت ورجعت للبنان واشتريت مكانات مستعملة، تعلمت أشياء كثير في حياتي في لبنان أثرت على باقي حياتي. الانضباط في الحياة العسكرية علمني أن أنضبط في عملي. أنا بعد كذا انتقلت إلى 1200 منتج وإلى عدة مصانع. أنا عندي الآن في الرياض 5 مصانع. المفروض نحن في دول الخليج نكون إحنا الرواد للعالم في صناعات التحويلية تصديرها للعالم.